إشراق قمر من ولاية المهدية، الجنسية تونسية، عمري 19 سنة. هواياتي الغناء والرقص والرياضة والحلاقة. الشخصية الكرتونية اللي تعجبني يعني هي سندريلا. موهبتي زادة التصوير الفوتوغرافي على خاطر يعجبني، يعني يلتقط اللحظات اللي ما تعودش، يعني بوصف حالي نضحك ديما وصديقة الجميع وما نحبش الكآبة والحزن. يا أمي متل غالية